السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ الاحوال طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا انا في واحد المحل اللي هو غزال بزاف وفيه ميزات واثمنه اللي مناسبه ودير واحد التخفيضات مهمه. انا غنضرب لكم دويره هنا في المحل، تشوفوا اشنو كاين. شي حوايج ديكورات منزليه روعه روعه البنات. كما كتشوفوا انا غنضرب لكم دويره، كما كتشوفوا هاد المرايات هادو شي حاجه روعه هكا. الصالونات ولا الدخله ديال الدار كما كتشوفوا كاين هاد الديكور هذا وهاد الديكور هذا كما كتشوفوا، وكاينين هاد الصغيورين على الجنب ديالهم. واحد الفراشه تما كاينه واعره غزاله تما للديكور، وهاد السويعه وهاد الايه القرانيه كما كتشوفوا. واحد المحل اللي فيه واحد الاثمنه مهمه، هانتوما كيما كتشوفوا هاد الفيوزات هادو شي حاجه غزاله. من بعد غادي نشوف الاثمنه، شوفوا معايا الاثمنه شي حاجه لي توب. كيما كتشوفوا كاينين هاد الدريات هادو، كاينين عاود هذا للصالون غزالين هادو. شحال كيدور اخويا هاد 20 الفرنك؟ يعني بروموسيون شحال كانوا في الاول؟ 25. يعني داير بروموسيون كما كتشوفوا، اثمنه مهمه اللي بغى يجي شي. انا غنخلي لكم لو ليان ديالو ديال الانستغرام وديال الفيسبوك ديالهم الا بغيتو تشوفوا. راه عنده تصويرات تما غزالين. كاين عنده هاد المبيخره هادي حتى هي غزاله كما كتشوفوا شي حاجه روعه. هكا الا بغيتو تزينوا الصاله ديالكم ولا هادو الفيوزات كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هاد التشكيلات شحال كيديروا اخويا هادو؟ هادو هادو كيديروا 55. 55 كيجيو بثلاثة؟ ثلاثة بهم. تبارك الله. شحال قلتي لي كيديروا؟ 55. تبارك الله. الثمن يعني اللي درنا زوين زوين صراحة. 55 تبارك الله، راه أثمنة في المتناول وشي حاجة اللي هي زوينة. كما قلت لكم راه داير تخفيضات مهمة في المحل الا بغيتو تجيو تشوفوا. ان شاء الله غادي نخلي لكم العنوان ديال المحل ونخلي لكم الانستغرام والفيسبوك ديالهم ان شاء الله. كما كتشوفوا هادو هاد التشكيلات، وان شاء الله راه غادي يكبروا المحل يجي كبير، غيديروا لي فوتو. ياك اخويا؟ ان شاء الله الصالونات يعني عندك الرواق ان شاء الله. قال لك غيصايب الرويقان و هكا الجليسه الصالون شي حاجه اللي تكون زوينه. كما كتشوفوا انا غنضرب لكم دويره هنا في المحل، تشوفوا الاشكال اللي كاينه والديكورات اللي كاينه. ثم كما كتشوفوا هاد الفيوزات هادو كيجيو على هذا الشكل، هاد الطويبله حتى هي الشكل ديالها غزال فنيون. شحال كدير هاد الطويبله؟ هاديك كدير 35. 35 زوينه، كتجي الديكور ديالها زوين. 35 هاكا اللي بغى يديرها في الصالون اولا في بيت النعاس يديروا عليها الديكورات اولا كل واحد يقدر يوظفها كيما بغى. كاينه هاد المرايه حتى هي غزاله، تشكيله زوينين فنيين. وهاد الايات القرانيه نعم كيجيو مجموعين، كيجيو هادي كتمشي يعني بوحديتها.
نمشي عليه هي غادي نسمع الرحم ديالها. اها يعني هادي 45 45 يعني حتى هي فيها تخفيض ياك؟ هادي التخفيض ديالها نقول حنا 40 40 40 التخفيض ديالها هي بسم الله الرحمن الرحيم ديالها. اه وهادي عاوتاني كتمشي على الفيكس يعني الترنوي ماشي ديك السامبتين ديالها. اها يعني كتكون صحيحة يعني ما يخافش منها الواحد شي حاجة صحيحة. يعني الإينوكس بزاف يعني تبارك الله الله غزالة كما كتشوفوا هانتوما الآية القرآنية اللي بغا يديرها في الصالة هكا. كاين الجزيرة ديالها يعني كاين 120 متر 60 كاين 2 متر. اه كما كتشوفوا هاد الشكيلات وهاد المرايا كما كتشوفوا هادي واقيلا كتجيب ثلاثة ياك؟ هادي ثلاثة أربعة يعني حسب الإنسان المساحة اللي سبق لي عندو في ثلاثة أربعة خمسة ستة وحتى أنا اللي كيديرو. كتجي غزالة كما كتشوفوا هما الديكورات هادو مبيخرات ياك؟ مبيخرات. كيجيو فنين هادو. شحال كدير هاديك الثمن ديالها؟ هادي كدير 25 25 اه وهادي الصغيرة ديالها 20 ها نتوما كما كتشوفوا حاجة غزالة أثمنة مناسبة في بلايص أخرى راه كتلقاوهم غاليين ثمن خيالي كما كتشوفوا. ها نتوما الشكل ديالها كيف كيجي شحال الثمن ديالها؟ هادي 1000 كتبقى يعني تمن 1600 درهم 1600 كما كتشوف ديال تركيا صحيحة صحيحة. اه المجية ديالها كتجي زوينة غزالة وعندها يعني كل السباس اللي بغيتي عندها ماشي هذا المشي اللي بغيتي ديالها يعني بغيتي تزيد فيها يعني بغيتي تطولها يعني يعني تزيد فيها يعني مزيان والله الا غزالة هكا اللي شي واحد اللي بغى يديرها في الصالون تبارك الله حوايج زوينين غزالين فني كما كتشوفوا هاد الفيجة طويلة هكا تجيها على هاد الشكل هذا هادي ماشي مزيانة باش كتفيها غير بالجبن يعني غير بالجبن غير الشطة ديالها تزيدها غير بالجبن من هاد هادي غير بالجبن بالرجل يعني ما تحتاج تهبط غير برجليك هكا غير جاتني يعني بعيده شويه باش حنا توصل يعني غير برجل ديالك كيف هذيك شعلها وطفيها مزيانه احسن هكا والله غزاله هادشي فن كما قلت لكم راه دايرين الصولد اللي بغى يجي يشوف هنايا الشكيلات راه مصولدين يعني هاد المحل مصولدين كما قلت لكم راه غادي يزيدوا يكبروا المحل ان شاء الله تقريبا شي 15 يوم قلتي لي يا خويا ياك 15 ولا 20 حسب نشوف ان شاء الله ان شاء الله باش نكبروا المحل باش نجيبوا ان شاء الله ان شاء الله صالونات بزاف ديال الحاجات ان شاء الله ان شاء الله خويا ان شاء الله حنا كنخدموا عندي الدار كامله كندخلوا بالديكورات ديالها كامله الفراش ديالها بالصباغه ديالها بالقرف ديالها بالضو ديالها كلشي ديالها كما سمعتوا يعني شركه حنا عندنا شركه يعني كندخلوا على الدار تبارك الله اللي بغى مناسب الحمد لله يعني اي حاجه بغاها كنجيبوها له تبارك الله كما شفتوا حتى تكلفوا حتى بالفوتوي بالصباغه كما قلتي لي يا خويا ياك بحال هاد البوفات هادو نتوما كتصايبوهم ياك ها نتوما شوفوا الكاليتي ديال اللي بغا تبارك الله ها نتوما شوفوا الاتقان والخياطه هنايا كما كتشوفوا شي حاجه غزاله ها نتوما الكاليتي واخا كيتعرق عليه القهوه ولا شي حاجه كيبغى كيتمسح كيشبع وانت طاش ياك يعني تبارك الله ها نتوما كما كتشوفوا التور ديال تركيا اللي بغا صالون عصري بلدي كما قلت كما قال لكم هما عندهم شركه عندهم شركه يعني كيتكلفوا بكل شيء صباغه ديكور مهم واحد يسلم الدار ديالو ويخرج ويمشي يرجع القاها كامله مكموله تبارك الله تبارك الله عليكم كما شفتوها نتوما شكيلات غزالين وكما قلتي لي البلافون قلتي لي شي حاجه على البلافون لي سبوت هاد التليكوم هو في الضو كيتخب حنا دابا غنرفعو من الجهد غادي نتكلم معاها غادي نشعلو هاي الناس السياقة نشعلو نشعلو الجهة هي قرات هي غير نشعلوهم كاملين كنشعلوهم كاملين تبارك الله ها انتوما كيما كتشوفو كيما كتشوفو يعني ما يحتاجش الواحد يدير دوك غير التليكوموند كيخدم كيشعل وكيطفي واحد يجلس مرتاح ها انتوما كيما كتشوفو تبارك الله كما قال لكم شركه دابا نخلي لكم السميه ديالها الا بغيتو كما كتشوفوا
هما كيتكلفوا بكل شيء، بالصباغه، بالديكور، كما الذوق اللي بغيتو، صالون بلدي، صالون عصري. هانتوما كما كتشوفوا المحل فيه داك الشيء زوين غزال، ودايرين واحد التخفيضات مهمه صراحه. كما هادو كنت انا شفت هادو، انا صراحه شفتهم راه كيديروا تقريبا واحد 350 درهم، راه كما قال لكم 200 درهم راه والله العظيم الا تخفيض من داك الشهر فيه. هانتوما الشكيلات ديالو كاينين في هذا الشكل هذا وفي الكحل، كما كتجيو ثلاثه، كيجيو حتى هادو كما كتشوفوا يجيو في الكوان او لا في، المهم نتوما كتوظفوهم في الحاجه اللي بغيتو نتوما، ديرهم ديكور في البلايص اللي بغيتو. كاين حتى هذا الشكل هذا وهاد لي طابلو وهاد السويعات، هادو كيجيو بثلاثه ياك، هادي ديالهم شحال الثمن ديال هادو؟ 150. ها نتوما من داك الشهر رفعت ثمن مناسب، ها نتوما 150 درهم كتجي هادي، وكيجيو هاد الجوج عاوتاني. الله اكبر، والساعه وحتى هاد محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام كما كتشوفوا. ها نتوما البخره، الواحد اللي بغى يجي هكا يدوموندي على شي ديكور ولا شي حاجه، بغى يفرش الصالون ديالو ولا شي حاجه، كيتكلفوا بكل شيء، بالصباغه، بالاتات، بالديكورات. ها نتوما كما كتشوفوا داكشي صراحه غزال. كما شفتوا ها هما هاد البوفات هادو وهاد التشكيلات اللي كاينين كلشي في المحل. اللي بغى يجي يسقسي على راسو هكا ويشوف الاثمنه ان شاء الله، انا غادي نخلي لكم حتى العنوان في صندوق الوصف والانستغرام ديالهم والفيسبوك ديالهم اللي بغى يدخل يشوف. كما كتشوفوا حوايج زوينين وغزالين. علاش انا صورت لكم في هذا المحل؟ حيت داير تخفيضات مهمه، هميزات والله الا البنات، هميزات كما كتشوفوا شي حاجه غزاله. حتى هاد الليد هذا تيجي كيكون في البلافون هذا، قال لي كيتلصق الا بغيتو تلصقو غير شي بلاصه، كيجي هكا التريكوموند ديالو كيتشالو كيطفى بالالوان كاملين. كاين حتى هذا كنتمنى يكون كيبان لكم، هذا كيتلصق في البلافون في القبص، حتى هو كيجي التريكوموند ديالو بالالوان، كيجي زوين هكا كيشعل باللوينات كيكون باين اكثر. اما كما كتشوفوا هادو كيتبدلوا ليهم الالوان اللي بغيتوا، هادو كيجيو في البلافون ياك في القبص. ها كما شفتوا اللي بغيتوا تشوفوهم كيجيو زوينين في المنظر. هانتوما كما كتشوفوا المحل فيه شي حوايج غزالين وشي حاجه انيقه في المستوى. انا عجبني هذا البلاكار هذا كما كتشوفوا، هذا الموبل كيجي على الشكل الرخامي كما كتشوفوا، هذا ديال الصبيبطات ياك اخويا، هذا ديال الصبيبطات كاين مجير فيه، وهاد البيبات هادو كيجي من الداخل كيجي كبير. هذا الثمن ديالو شحال كيدير؟ هذا الثمن ديالو 1700 درهم تركي. تبارك الله 1700 درهم. ها كما كتشوفوا الكاليتي ديالو زوينه يعني صحيح، وعجبوني حتى هاد الفيوزات هادو شحال كيديروا؟ هاد الفيوزات هادو هاد عندك هادي يعني ما بقيتهم يعني كيمشيو 35 بجوج ديالو. 35 بجوج يعني كاين في الدوغي وفي الارجونتي كما كتشوفوا. ها يعني على هذه، يعني كتكون خفيفه الضو ديالو خفيف. الفوقانيه زوين. كما شفتوا الا بغى يشعل الضو خفيف على حساب الوليدات يشعل التحت، الا بغى هكا الضو يكون قوي شويه كيشعلهم بجوجهم. لا تبارك الله غزالين. ها انتما كما كتشوفوا ها
هاد المرايات شي حاجه زوينه. هاد الطابلو هذا كما كتشوفوا هذا شحال كيدير هاد الطابلو هذا؟ كيدير 75 ديال تركيا. المهم السلعه كامله ديال تركيا. تركيا كاين يعني تبارك الله شي كاليتي. المهم الكاليتي كتكون زوينه يعني كتكون صحيح. كذلك هذيك هي كتكون غير برجلين. زوينه واحد يكون غير دايز فيها برجلو يزيد. هانتوما كيما كتشوفوا غزال هكا في اللون الاحمر. وهذه هي نهايه لا فيديو ديالنا. كنتمنى هذه الجوله تنال اعجابكم. واللي بغى شي تساؤل او لا استفسار يتواصل معهم في الفيسبوك والانستغرام ديالهم. وما تنساوش دائما لي لايك والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. وكنبغي نشكر الناس اللي تحقوا بالقناه، كنقول لهم شكرا ومرحبا بكم في قناتي. وكنقول الناس القدام شكرا على الوفاء ديالكم. ملتقانا ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.